السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي فريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم. نشوفوا الفيديو الخوت ونرجعوا نكملوا. أخويا سعيد من الصحراء الغربية، السلام عليكم. هاي الأخت أم اليتامة وهي ابنها، وهي أمانتك 250 يورو وصلت للأخت، والله يجزاك الخير. يا ريت ما تسيبهم، الوضع في غزة مأساوي، وبتمنى منك تبعث لهم في أقرب وقت، لأن الوضع عندهم صعب ومأساوي جدا يا عم سعيد. يعني الناس هذول قاعدين على الهاوية، بالله عليك ما تقصر. السلام عليكم. هذا كي شفتوا واحد يظهر على أنه فلسطيني من الضفة الغربية، وهذا الفلسطيني كيتراسل مع شخص من البوليساريو، قال له على انه من الصحراء الغربية اكيد ومؤكد من مخيمات تندوف. وهذا العنصر من البوليساريو مشي واحد القدر من المال، تقريبا 250 اورو الى اسرة متواجدة في فلسطين. وحنا كنعرفوا فعلا على انه فلسطينيين في الوقت الراهن الضفة الغربية او غزة كم محتاجين ومتضامنين معهم فعلا، ولكن من جي تشوف الحالة المأساوية في مخيمة تندوف تعرف لانه ساكنة مخيمات تندوف هما في الامس الحاجة من هذا المال اكثر من الفلسطينيين اللي معاهم تقريبا العالم كامل. هنا خصكم تعرفوا على انه هذا العنصر من البوليساريو او القيادي اللي مشي هذا القدر من المال لفلسطين، وهذا الشخص اللي صور له هذا الفيديو، هذه فقط مسرحيه، هذه مسرحيه سياسيه لا اقل ولا اكثر، هدفها بالدرجه الاولى خلق مشكل بين المغرب وفلسطينيين، او خلق مشكل بين المغرب وباقي العالم، او بالتالي جروا المغاربه يكون عندهم شرخ مع القضيه الفلسطينيه ومع الفلسطينيين نفسهم. هذا القدر من المال فاصلين فيه اهل تندوف، اهل مخيمه تندوف، حتى الجزائريين بنفسهم. وهنا غنعطيكم واحد المجموعه من التسريبات الصوتيه، عناصر بوليساريو من مخيمه تندوف يحكوا عن الوضع المأساوي، الجوع المجاعة في مخيمة تندوف، وبالتالي باش نأكد لكم على أن أهل مخيمة تندوف هما اللي فاصلين في هذا القدر المالي اللي قال 250 أورو، وأحق به أكثر من الفلسطينيين بكل صراحة. ونجيكم بوضع العبارات، حتى أهل الجزائر، هذو الجزائريين في الجنوب الجزائري، تنزواتين، تمن راس، برج المخشار، تيمياوين، تندوف بشار، هم بأمس الحاجة لهذا القدر من المال من الفلسطينيين. فالإخوة الكرام اللي شفتوا اليوم مثلا تيزواتين ولا تمن راس ولا برج المختار ولا التيمياوين ولا بشار ولا تندوف، وتقارنوها مثلا مع غزة، تقولوا لأنه هذه المدن اللي في الجنوب الجزائري هي اللي في حرب، هي اللي في حرب. نجيبوا واحد أجنبي نعطوه صور مثلا تيمياوين ولا تنزواتين ولا تمن راس ولا تندوف ولا بشار، نعطوه صور غزة ولا لبنان ولا بيروت، هذا منطقة اللي فيها حرب، يقول لك لا الحرب كاينه في الجزائر، لانه لا بنية تحتية، لا طرق، لا عيش كريم، لا يديك لا يخليك. سمعوا التسريبات اللي قلت لكم على الوضع المأساوي، المجاعة في مخيمة تندوف، في المقابل بوليساريو كيتضامنوا مع فلسطينيين، فقط مسرحية سياسية. حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناشدوا هاي ضريك العائلة الحالة هذه هي 2024 في المخيم، وثقبت خيمتهم وتوفى لهم الشير في الحريق، والمسؤول الأول عنهم والمسؤول الدائرة والوالي وابراهيم غالي وقيادتك وخرصوا هذه العائلة الضعيفة يا أخوتي، خرصوا ذا الصبي، شوفوا هذا هيك حالة شينا صراحة، وفاصلين في المساعدة، ونطلبوا من المحسنين يا أخوتي يعاونوا هذه العائلة الضعيفة اللي حالهم ذا هو. جزاكم الله خير يا أهل الخير.
شوف سولتيني عنه عن اخبار فرين وعن اخبار المواد وعن اخبار ذا كامل، وهذا النوع يمي اللي هذا كامل هو خالي. فهمتي انا راعني قاعده في المخيمات في ولايه بشتو، سمعتي داير تاقطي بصفه خاصه حي واحد مولي للتعريف الكامل قاع. فهمتي المواد يمي فرين دائما تقاعس، ودائما يجي الشهر ماجزي يجي الشهر ماجزي قاع فيه، هي والله مادة ثانية كالعادة. لا يكذب عليكم حد، الرجالة اليوم خارقة، رجالة اليوم وراه تبكي بها ما هي مروحة عشلالها، وراكم انتم عارفين حياة المخيم عاد شنبتها. المخيم ذلك عاد فيه طبقات، طبقة القيادية وطبقة البرجوازية وطبقة المتوسطة وطبقة الفقيرة الكادحة، وهي الأغلبية. حق انه عنده باش ينصب الليلة مارو، حق عنه عنده باش يصب مثلا الشعريه، غير شعليها ليه بط ماطيشايه ولا بصلايه ولا حتى قاعد تون ما يقد خالقه عائلات تون ما تقد تشريه، رطله تون هاي اللي اقلات عدت بالفين ما تشريه. انا نتكلم هون من معاناه ومن رحم المعاناه العائله البسيطه، لانه هذا الكلام ما قد يقوله حد ما هو عايش في الواقع خيري. لانه لماذا؟ لانه اليوم اللاجي عاد يشري كل شيء من جيبه، ياسر من التموين انقص، اللوبيا ما تلا تنعطى، التون ما تلا ينعطى، الشعريه تجيك مره ماني عارف الكم، وحتى الكيلوات تاع مار وكذا والتمار ما تلا يجي قليلا شماه رمضان، وحتى ملي في الكيلوات والله كذا اذا قارفات ما هم صراحة قانين ولا سامرين من شيء. في الوقت اللي انت يوميا تشري اللحم، يوميا تشري الخبز، اذا انت منين دير لها معادلة؟ اذا صراحة كل شيء تشري هون الجوع عاد الناس تروح ما تعشات. الله يا خويا هذا خاق من العائلات، وحاني نقول لك كل لحم ب 24000 و 22000 الكيلو، ولا العتم كيل دجاج ب 12000 جزائرية و 13 و 14، كاخت البيض ب 14000 ب 15000، البيضه ب 500 درجه جزائريه. اي وخاق العائلات بلا معيد عندها لا عليك مني هذا من ترى ما عندها ما توكل ذاك كيلو من العدس، والله كيلو من اللوبيا، وبطاقه من الزيت، و8 كيلو من الفرين، والله 7 كيلو والله 6 شي ثاني موخر نظام هذا الجاي. وخاقت عائلات بلا معيد، خاقت ارامل، وخاقت عائلات شهاد، وخلقات هجاجيل ما عندهم شيء، ما خلق ترى هجالة عندها تشرين أو ثلاثة صغار ولا خيمة تمر من ما 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 بلا معي ولا فرض عليهم يسولوا. شوف والله يا أخو ما تسألني حلو في التسول اللي عاد خارج هون دي محايز فين كده تسول، لا زين عندي بعد جيل الرابون نهار أي نهار في المرسى وتوقف وتخرس تسول ساعات خارج أو لا عاد لك أسرع على المخيم، أنا ما حاجة سوق يبدأ تسول طلاب تصدق عاد وخالدي، ولكن هذه حاجة قريبة على الصحراء، وأنا تهاجر في مرسى ويوم في التسول قلت التسول مهم، التسول عاد خالد التسول والفقر خالق، وخالق الناس ما عندها باش تعشى العربي، خلقت من العائلات الاختيه اللي ما يراو باش يشريو من الزيت، الزيت هو ماهو كافي فاهم، هذيك 15 يوم ولا 16 يوم فوتت يدهم، وديك 17 ما طلبتو ما يجابر 13000 جزائريه باش تشري بطاقه من الزيت، والفقر والجوع محروقات بات ب 40000 جريكان فاهم، اللي ما عنده 40000 ماهو حارك فاهم، مات لحد قد لحق امراه قد لحق الطب به لا قلا قزوار وشنو ما جاء ما اثروا ما ينبت الربيع فاهم، والله اللي هو العائلات العايشات في الفقر المذعك شيء عايشة لا تحت ستر مولانا تو لا بالقناعة، هي 7 كيلو من ترى عائلة فيها 5 ولا 6 بلا معيل وبلا حد، وتعطى لها 10 كيلو ولا 20 كيلو من الفرين، تعطى لها كيلين من الشعرية ونص لتر من الزيت ما يفوت الأسبوع، والله 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 اللي خلقت العائلات اللي في الفقر المذعك، وعاد تقعهم كارثة الصحراء قاع ما كانت فيهم تسول، وعاد تسول خلق
تسول قاع ما نعرفه في الصحراء وعاد خارج ذاك تتم انتم وفرابوا لنزل من ذومات عليات الله قالب عليهم كلهم جايتك تطلب مسيكينة وهذا ما هو ما عادة ما كانت في الصحراء. اليوم اللاجي عاد يشري كل شيء من جيبه ياسر من التموين انقص اللوبيا ما تلات تنعطى التون ما تلا ينعطى الشعرية تجيك مرة ماني عارف الكم وحتى الكيلوات تعمار وكذا والتمر ما تليجي قليلا شمه رمضان بما قاع فيه الضوء تخلص اي شاب في اللجوء تقول له شنو زين عندك يقول لك زين عندي نهاجر اول شيء يقول لك اسبانيا ولا فرنسا كون يسول عن 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 صحق حق يعني اموره ولا شيء ولا احد مبالي به ولا احد مبالي بالمواطن ولا احد مبالي بمعاناة المواطنين لانكم تعرفوا اليوم لانه اللجوء عاد العاده لا كيف اخبار مادة ثانية تشوف عايشة في أرض مثلا عنها مستغلة إلى آخره لأنه لماذا؟ لأنه اليوم اللاجي عاد يشري كل شيء من جيبه ياسر من التموين انقص اللوبيا ما تلا تنعطى التون ما تلا ينعطى الشعرية تجيك مرة ماني عارف الكم وحتى الكيلوات تعمار وكذا والتمر ما تلا يجي قليلا شمه رمضان وحتى هم اللي في الكيلوات والله كذا إذا قرفات ما هم صراحة قانين ولا سامنين من شيء في الوقت اللي انت يوميا تشتري اللحم يوميا تشتري الخبز اذا انت منين تدير لها معادلة اذا صراحة كل شيء تشتريه بما قاع فيه الضوء تخلص اذا هذه التحديات هذه التطلعات الشباب اليوم اي شاب ضريك مهما كان اي شاب في اللجوء تقول له شنو زين عندك يقول لك زين عندي نهاجر اول شيء يقول لك اسبانيا ولا فرنسا لانه لماذا لانه صراحه المقاتل فينا والله اي حد قايس مؤسسه فرض عليه يعود يتبتب فرض عليه يدخل تبتيبات فرض عليه لانه فرض عليه لانه اصلا اللي يقبض ما هو كافيه اذا هون يعود يلود لشان مصدر رزقه وكذا اذا هون لا يكذب عليكم حد الرجال اليوم خارج الرجال اليوم وراه تبكي بها ما هي مروحه شلالها وراكم انتم عارفين حياة المخيم عاد شنبتها اللي عاطيه مولانا ولو والله اخوه قا اسبانيا يرسل له ديك 500 يورو 1000 يورو يرشوا بعد يا خالق العائلات الياسرة اللي والله ما عنده حد في اسبانيا ولا عنده حد في فرنسا ولا عنده حد شيء وهي مولي ما تلا عندها من شيء هي واحدة في ذا المشروع واحدة في ذا ما تلا تقدر تعمل هك ولا تجي هك ما وفرت له الدولة باش يغني هو نفسه ولا تزيد الراتب ونحن رانا نقول تزيد الراتب هي هذه الرواتب اللي تنعطى هي ما هي رواتبيه لا منحه لكن منحه الجامعي هذا اللي يعطوه 80,000 من كل هي لا منحه مال ما هو خلاص مليونين والله مليونين لاربعة اشهر لا ما هو خلاص يبو اذا يمشي لا تشري زقيبه من الحموم زقيبه من السكر بطاقه من البارد خلاص وفات ما انك تقعد اللي تو كنت في ثلاث اشهر اربع اشهر اخبار من ملي وش قال قال عاد عندك العلايات والله الطافيلات والله 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 اذا انا هون نتكلم من 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 عين المنطق من عين الحقيقه من عين الحقيقه وللاسف على انه هذه الفئه ما خارج حد مبالي بيها ولا مسول عن حال الشاب يسوى صار متخرج ويسوى ما هو متخرج وحتى والمؤسسه مالي عاد وحتى الترشحات والله كذا عاد يربطوها ب ب ب ب بشروط تعجيزيه الناس باغيه تقبض كل شيء المناصب كامله اللي لها منين تموت تمشي ليش شلون نغبر للاسف ما عندهم ديناميكيه لانه الشباب هو روح الامه الشباب هو مصير القضيه الشباب هو اللي تقدر تعدل بيه وهو اللي تقدر تضرب بيه تقوم انت للشباب اللي عندك الاف منه وتخليه يسوى صلاك القاري منه ويسوى ذاك ما هو قاري منه وتهمش وتقصيه من اجل نزوات شخص اشخاص ولا معت منافق من الدرجه الاولى كيف هو مسيلمه ما تقدر تحوزه وبالتالي نمشي ضحيه لنظامين نحن المواطنين بس نحن ضحيه مرتين ضحيه لانه المغرب قبض التراب وقبض الخيرات اللي في الوقت اللي ذيك الخيرات الصحراويين مكفيتهم لسنوات طويله بما قاع فيه الضوء تخلص كشاب
يدور يتخيم، يدور يأسس حياته، يدور حتى هو يشري وته، ويدور حتى هو يوكل عائلته باللحم والشحم. وفي ذا الوقت على انه في ذا الاجور راكم عارفين، عندك شوية ذهب والذهب قاعد تموت فيه كم من شاب مات فيه، وفي الوقت على انه الدولة ما هي موفرة التوظيف، وحتى قاع له وفرته ما هي عاطي شيء، 200,000 للشهر، 200,000 اللي هي 20 أورو ولا 25 أورو، اللي ربما ما يكفكم اغلبيتكم، لانه اغلبيتكم في اسبانيا، اغلبيتكم في فرنسا، اغلبيتكم قرر مصيره قاع مشى راهو في خوش اشتغل، ادناكم يخلص 1000 يورو لا يوضع عندكم. يعني نتكلم عن الاغلبيه، انا هون نتكلم عن لوس بوبريس اللي انا ملي واحد منهم، انا اول بوبري من هاي اللي هي اللي نحن هاي اللي هي اليوم، فهمت؟ وزاد كورونا وزاد الغليق وزاد الغفيل، والشغله حكما عنها ما تلات خالقه، واللي بعد خالق منها شيء بعد شيء راخي. حتى المقاتل فينا والله اي حد قايس مؤسسه فرع عليه يعود يتبتب، فرع عليه يدخل تبتيبات، فرع عليه لانه فرع، لانه اصلا اللي يقبض ما هو كافيه. اذا هون يعود يلود لشان مصدر رزقه وكذا. اذا انا هون نتكلم من 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 عين المنطق، من عين الحقيقه، من عين الحقيقه. الشباب اليوم، اي شاب بضريك مهما كان، اي شاب في اللجوء تقول له شنو زين عندك، يقول لك زين عندي مهاجر، اول شيء يقول لك قي اسبانيا ولا فرنسا. اي مخلوع انه ما عنده شيء، فرينا معي خالقه في المخيم، والخبز ب 300 ما قط شي، ما قط له حقوق قاع في الزمن كامل، وفرينا ما قطعت تخص في الجزائر ما شاء الله، واللي عجب قاع اللي اعلنها تعود الجزائر عندها ازمه في فرينا. يا قير بعد بالتاكيد يا حسن من الليلوشي اعلن قطن عنه من الشهر الماضي، بعد بالتاكيد عن فرينا ما هي خالقه، وعن الخبز ب 300 بالتاكيد اعلنه حالا حالا من الشهر الماضي قطعا على أنه فرين ما يخالق في المخيم، والخبز ب 300 هذا شي مولي أكيد. إلى عادة رشي والله جات له وحدة من الولايات ووحدات ما جاتهم ما نعرف ليش. المهم بعد إذا كان خالق قاع بعد على الولايات كاملة، ليه لدل تام على المخيم بعد راحوا قاع ما عنده فرين فارق عليه. والمواد الثانية مولي 50 كيل تقسم من السكر تقسم على 50 امرأة، و28 كيل من مارو تقسم على 50 امرأة. بالنسبة للتموين في المخيم، لا نقولوا لك أنا بصفته ذي وبقضية نقصه اللي كامل فيه. بالنسبة للتموين، النصيب بصفة يعني عامة، لا نقول لك فرين قاع ما يخالق عاد 3 أشهر. الزيت ينعطى منه لتر لكل فرد، السكر 38 كيل لكل 50 فرد، فرينة غير موجودة قاع ما هي خالقة، مارو 50 كيل ل50 فرد يعني بمعدل كيل لرقاج، العدس وقوفية وصوية هذو قاع عدلهم 6 أشهر عن يوزعوا. هذا يقول المواد اللي ما هي في المخيم، هذا هو حاله غريب، وهذا ما خالق حد ما هو عارفه. والناس تعرف عن المخيم عيا تقل له شيء، وعيا ما يزبر سقاع، وعيا وكثر الخير. يا غير الناس ما هي عارفه عنها، المخيم ما عنده مصادر اقتصادية، ما عنده منتوج اقتصادي معين، وعايش على لا طلبت الصدقة، وارخص اللي طايح ليه عاد مولي المدافعين عنه ما يعرفوا كيف يدافعوا عنه، باقين يعدلوه جنة خضراء. يا غير يلي باغي تعدل المخيم جنة خضراء والله عنه ما قال له خير، مش يقعد فيه جددها علينا بتقعد فيه، وقعد فيه تركتك وقعد فيه بعياله، ما هو على اني نعود قاعد في نقر اوروبا
ونمدح للناس سين السعد. وهلا قاع ما تلجاد على حد به اللي هي المخيم، منين يسمعوا حد يقول ذي يقول الواو تعالى إله قض شورنا، يقولك صار لي مريا ليك خلاص رقبتهم راحوا. أنا تقول أنت قاعد وسطوروب وتنير لي أنا وتسير لي وتقول لي مخيم ما قال له خير وكذا، والقضية الوطنية والشعارات اللي دائما 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 واحلى فيها الناس. قاعد الخبز موجودات ب 300، هذا قط خلب وقط عدنا نعجنه نرقن الشعرية في الليل، المعجنات هذه كمان نرقنها في الليل وفي النهار نتكاردوا معها كان نعدلوا منها خبز. وهذا مولانا شاهد عليه وإحنا ما أنا متكبرين عنده ولا أنا متجبرين عليه.